فرصة ذهبية للاقتصاد اللبناني بالبرازيل، والتفاصيل بالتقرير. هي ولادة مجلس رجال الأعمال اللبنانيين البرازيليين، مجلس مؤلف من رجال أعمال لبنانيين بيهدف لوضع خطط للتواصل والتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص اللبناني والبرازيلي من خلال الجالية اللبنانية بالبرازيل اللي هي الأكبر حول العالم مع 10 مليون شخص. أقوى لبي بالبرازيل هو جالية اللبنانية، مشان هيك يعني حرام ما يكون في تواصل قوي، وحرام ما يكون في طيارات ديركت من هون للبرازيل لحتى نقوي السياحة، نعرف المغتربين على لبنان. وتجارته بحدود 2600 مليار دولار، وبلد سابع قوة اقتصادية بالعالم، وبلد أكبر بلد قارة ضمن أمريكا، وأكبر بلد بأمريكا اللاتينية. حري باللبناني يلي عنده 10 ملايين لبنانية هوني إنه يستفيد من وجودهم. إنشاء هالمجلس بيفتح باب واسع على لبنان لينتفع من عملية انضمامه بالأمس لمنظمة ميركوسور التجارية بأمريكا اللاتينية ويستفيد من التسهيلات والعفاءات الجمركية. نحن اليوم الرؤية تبعنا للمجلس اليوم لبنان عم يصدر 360، هدفنا أنه يصير بعشر سنين 3 مليارات. تأملها 3 مليارات إذا راحوا من لبنان على البرازيل، كم رح يشغلوا بالصناعة اللبنانية وبالخدمات اللبنانية، وكم موظف رح يقدر يستفيد منها. هي أيضا فرصة للبرازيليين ليستفيدوا من خلال الدياسبورا اللبنانية ويوصلوا لأسواق دول الخليج وأفريقيا. يوم لقطاع الموضة بلبنان، كريستيان لوبوتان موجود هون. كريستيان لوبوتان ببيروت، هو يوم نادر لقطاع الموضة والأزياء بلبنان، جمع مصممين لبنانيين مع مصمم الأحذية العالمي كريستيان لوبوتان مبتكر النعل الأحمر الشهير يلي بهر جميع النساء وسحر الرجال، وهذا بسبب اختياره كشخصية غلاف آخر عدد من مجلة جمالوكي اللبنانية. لوبوتان عبر عن أهمية قطاع الفاشن ببيروت وعن استراتيجيته بدخول سوق الشرق الأوسط عبر العاصمة اللبنانية. Lebanese women love shoes. Love fashion. So to me, if I had to have one in the Middle East, it was pretty normal to start by Lebanon. You have a lot of designers. Some designers have been moving and showcase their beautiful clothes in a lot of places. I'm thinking America. I'm thinking Europe also. مرة جديدة عم تثبت بيروت إن عاصمة الموضة وإنها قادرة لتخريج مواهب بنفسه عالمياً.